يطلع في حراسة الدفاع المصري. شوف أمامنا هنا مين اللي بيراقب المحمدي، بينط لتحت والكرة الرأسية على طول من جانب اللاعب علي سولي مونتاري العرضية، وأمامنا هو اللاعب وريس يضعها على يمين الحارس شريف إكرامي، صعب قوي على شريف. ودي أمامنا هنا الرأسية، شوف حسام غالي ماسك مين، وائل جمعة في اللقطة الماضية، والكرات العالية الملعوبة أحمد فتحي في الحائط البشري.